حوار الجزائريين. قررت الحكومة الجزائرية منع المسيرة المقرر تنظيمها في الجزائر العاصمة يوم 12 من فبراير. فخرج الآلاف وسط الجزائر العاصمة رافعين شعارات تطالب برحيل رئيس الجزائري بوتفليقة وبالإصلاح السياسي وتحسين الظروف الاقتصادية، في حين قامت الشرطة باعتقال 5 نواب برلمانيين من المشاركين في المسيرة بالإضافة إلى عشرات المتظاهرين. النظام لعب دورا في إسكات الشارع، وذلك بوضع خطط مالية بحيث يوهم الشباب أن هنالك قروض متوفرة وعليك تقديم ملف، وفعلا قدمت قروض لبعض الشباب وهناك صفوف طويلة من ينتظرون في إطار ما يسمى بتشغيل الشباب. الشعب حتى لما طلب التغيير لم يطلب تغيير، يعني تغيير النظام أو تغيير السلطة أو تغيير، كان يطالب بمطالب بسيطة، وبالتالي السلطة لبت تلك المطالب البسيطة التي كان يسعى للحصول عليها. الشعب لازم يفطم ويخدم باش يعرف أنه الحكومة هذه قدمت. كانت كل البنايات السكنات التي جاهزة للتسليم ولم تسلم، أعطت أوامر من الرئاسة بأن تسلم هذه السكنات إلى أصحابها. عملية حصر لبعض المواطنين اللي خاصينهم السكنات حتى يتم إدماجهم في برنامج الإسكان، وكأن المجتمع فهم اللعبة أو فهم العلاقة الآن مع السلطة. إذا ضغطت سوف تتحقق لك بعض المطالب. فظهر ما يسمى في الجزائر بالمظاهرات المطلبية. بعض المطالب كانت مطالب شرعية، بالرغم من تلبية تلك يعني حوالي 90% من تلك المطالب، إلا أنه كثير من الأطباء مثلا أنهم الأخصائيين واصلوا في تلك الاحتجاج وهم أحرار. يعني كل يوم سبت كانت تخرج تنسيقية، يخرج كان يخرج مع بعض المناصرين، وكانوا يقفون على ساحة أول ماي أول أمر، ثم منعوا في ساحة أول ماي، انتقلوا إلى البرلمان. كان ثالث أو رابع سبت كان اعتصام لسعيد سعدي وجماعته أمام البرلمان، وكانت هناك صور الكثير نشرت كثير في فيسبوك وعلق عليها الكثير من ناشطين، لم تكن دافعة في اتجاه الانتفاضة بقدر ما كانت مشككة فيها. فشلت محاولات التحالف الوطني في تحقيق الاستجابة المرجوة من تنظيمه لمظاهرة السبت، ويرجع ذلك لعاملين. يعتبر العامل الأهم هو افتقاد أعضاء التحالف للدور الفعال في المجتمع الجزائري، فضلا عن غياب تمثيل الشباب داخل التحالف، وذلك غير نشوب صراعات داخلية بين القوى المكونة للتحالف. البعض يختلف حول ضرورة تنظيم التظاهرات يوم السبت، والبعض يختلف حول ترتيب أدوار القيادة فيما بينهم. في 20 من فبراير، وتبع لظاهرة البوعزيزي، أقدم عمال من شركة سوكتيب بولاية بومرداس على الانتحار حرقا، وذلك احتجاجا على سوء أوضاعهم. ولم تكن تلك هي الحالة الوحيدة في محاولات الانتحار، بل حاول شاب بولاية سطيف الانتحار برفقة طفليه احتجاجا على ظروف الحياة القاسية. كان واحد حرق نفسه في العاصمة، وبدأت تتناقل الأخبار أنه في واحد في مسيلة، في واحد في سطيف، يا جماعة في واحد في وهران، في كذا، واحد داخل مدرسة، وبدأت عملية استنساخ لظاهرة البوعزيزي في الجزائر. حاولت خلق ردة فعل الشارع، لكن ردة فعل الشارع لم تكن بالشكل المتوقع. يوم 22 فبراير كما كان متوقعا وكما أعلنت السلطة من قبل ووعد أيضا عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائري، تم رفع حالة الطوارئ بشروط يعني استغربها الكثير من المراقبين، أيضا أنه السماح للمسيرات باستثناء العاصمة. الدولة تستطيع أن تضع حالة طوارئ في مكان، ترفع عن المكان وتبقى عن المكان. بعض المناطق لا يزال فيها
يعني المشاكل الأمنية اللي متعلقة بالإرهاب إلى آخره. أيها الشعب الجزائري، ها أنت خرجت إلى شوارعك في كل أرجاء المدن والقرى لتعبر عن إرادتك في التغيير، تغيير هذه السلطة. في 27 من فبراير خرج الإسلاميون عن صمتهم، حيث انتقد أبو جرى سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم السياسات الاقتصادية للحكومة، كما اتهم الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق، اتهم الرئيس بالتنصل عن وعوده للجماعات المسلحة التي انخرطت في مسعى المصالحة الوطنية في إصلاحاته الدستورية الأخيرة. كل كان يعلم أنه فيه انتخابات قادمة، لدى الانتخابات ممكن نسبة المشاركة تكون فيها متراجعة، وحظ الإسلاميين يكون فيها متراجعة كثير. الإسلاميون في حركات وفي فترات هي التي كانت تنادي بالتغيير، كانت تنادي بالإصلاح، ولذلك لقيت وتلقى لحد الآن هذه الاستجابة الشعبية. لم تكن هناك مظاهرات ذات طابع سياسي في الجزائر. بدأت المطالب السياسية بعد ظهور عدة قوى سياسية منها الفصيل الإسلامي على الساحة. دخل الإنترنت على خط الاحتجاجات، فأنشأ نشطاء شبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما عرف بالمرصد الجزائري، دعوا فيه الشبان الجزائريين بداخل الوطن وخارجه إلى الانضمام لهذا المرصد بغية تغيير الأوضاع في الجزائر بشكل سلمي، وأوضحوا أن مرصدهم غير سياسي ومفتوح للجميع دون استثناء، وهدفهم الوحيد تغيير الأوضاع في الجزائر بما يتماشى مع تطلعات الشباب. الجزائريون بدأوا في تنظيم صفوفهم رغم الصعوبات بفضل الشبكات الاجتماعية وبالأخص الفيسبوك واليوتيوب. الثوار الجزائريون الشباب الراغبون في الانضمام لمرحلة الربيع العربي يطالبون برحيل بوتفليقة وزيادة الامتيازات والديمقراطية. وفي 15 من مارس دعا عبد الحميد مهري الأمين العام السابق للحزب الحاكم كل فئات المجتمع الجزائري لإطلاق مبادرات لتغيير نظام الحكم الجزائري، متوجها برسالة مفتوحة للرئيس الجزائري بوتفليقة يدعوه فيها لتغيير نظام الحكم وفق آليات محددة. وحتى كثير من الناس اللي عايشين في النظام الآن يحسوا بمطلوب التغيير. وفي 12 من أبريل نظم الآلاف من الطلبة الجامعيين بالجزائر مسيرة نحو مقر الرئاسة، مطالبين بإلغاء مرسوم رئاسي يقلل من قيمة شهاداتهم الجامعية. قوبلت المسيرة بعنف الأمن، مما أدى لسقوط كثير من الجرحى من المحتجين ورجال الشرطة. حتى بعض التجاوزات من قبل قوات الأمن إلى آخره، إلا أن الدولة تصرفت، تمت حتى محاكمتهم الذين اعتدوا على المتظاهرين إلى آخره. تم تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بإنجاز مليون وحدة سكنية كل 5 سنوات، وتم تقليص. خرج بوتفليقة على الجزائريين في 15 من أبريل بخطاب أكد فيه أنه سيطلب من البرلمان القيام بإصلاحات سياسية ودستورية لتعزيز الديمقراطية، ليحاول بهذه الوعود السياسية والمنح الاقتصادية السابقة أن يوقف المد الاحتجاجي. بعد خطاب بوتفليقة كان ربما يتوقع أنه يهدأ الشارع، الشارع لم يهدأ، الاحتجاجات تواصلت بنفس الوتيرة. يمكن لو كان نظام مستبد أو ديكتاتوري معك أنا نكون في أول الطالعة. لو كان نظام من مثل نظام بوتفليقة لا، خليني معه. التغيير سيحدث في الجزائر، ربما تكون ثورة بطريقة مختلفة أكثر سلمية لاعتبارات خاصة بالواقع الجزائري، لكنها ستقوم، التغيير قادم في الجزائر لأنه أسباب التغيير موجودة. في وقت الحسم فالشعب يعني بأغلبيته سيقف مع
النخبة التي تريد أن تطهر البلاد. يعني الشعب الجزائري شعب واعي لا ولن يغامر في دخوله في صراعات ستدخله في متاهات جديدة، وهذه المتاهات قد دخل فيها من قبل في العشرية السوداء وغيرها، وكان المتضرر الوحيد دائما هو الشعب البسيط. تمر الأيام والشهور والاحتجاجات في الجزائر لا تهدأ ولا تنفجر، وتظل في منزلة بين المنزلتين، فلا هي ثورة عاتية ولا هي سكون تام. يراها البعض انتفاضة تغلب عليها النظام، ويراها آخرون مجرد تجربة لثورة لن تظهر. لكن المؤكد أن هدوءا يخيم على الأجواء، فهل يكون هذا الهدوء هو الذي يسبق العاصفة؟ وهل لا تزال النار تشتعل تحت الرماد؟